السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهدوا وياكم سوية تدخل عنيف بين إدارين نادي الشرطة ولاعبين أيضا نادي القاسم في الدور العراقي الممتاز لكرة القدم تدافع بين الإدارين الإدارين هنا مدرب نادي القاسم علي عبد الجبار وهنا حسين الشحماني يضربه بوبوكس ونتدافع بين اللاعبين والإدارين وضرب وشوت وشلاق في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.